طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ نحكي عن العمليات المنطقية، تمام؟ لأنه طبيعتها إنه أنت بتحتاجها في بعض المسائل. تمام؟ ممكن نبدأ بشكل مبسط إنه إحنا نحكي عن الأند والأور، تمام؟ عادة هذه احنا بنستخدمها في الجمل الشرطية، احنا بنحكي إذا كان الـ X أكبر من 10، تمام؟ ممكن أحط شرط إضافي أحكي AND X أصغر من 20 بهذا الشكل. هذا الكلام شو معناته؟ بين العشرة والعشرين لازم يكون في عندك شرطين وبيناتهم AND. إيش معنات AND؟ إنه هذا لازم يكون True وهذا يكون تروف عشان يعطي لك ترو. فبالتالي انه الاند تروث تيبل انه انت عندك ترو اند، خلينا اكتبها بسمول، ترو اند ترو ايش بتساوي؟ ترو. ترو اند فولس، false and true برضو false، false and false. هذا كلام أساسي جدا وأكيد مر عليك في المقدمة أنت عارفه، وأنت ممكن تستخدمه هنا في البايثون إنه أنت ببساطة بتروح بتكتب and بهذا الشكل، تمام؟ أما بالنسبة للor، انت ممكن تحكي انه true or true يعطي لك true، true or false. ليش؟ لانه انت بتقول انه اي واحدة منهم انه true or false، مدام or انه اي واحدة تكون منهم true، فبالتالي كذلك انه لو كان العكس انت عندك موجود انه false وهنا true يدي لك true. متى بتحصل false؟ اذا كان false or false، تمام؟ يبقى قبل انه نحن ناخد شرط واحد هنا، فممكن ناخد شرط مركب، ممكن انه انت تاخدها زي هيك، تمام؟ طيب لو اجيت قلت لك هنا حطيت شرط ثاني كمان هنا or مثلا الواي اكبر من 30، كيف اعملهم؟ من وين ابدا؟ من الشمال لليمين، left to right زي ما تعودنا، تمام؟ يبقى هنا انت بتطبق left to right. انت بتيجي بتحسب انه هذا الناتج تبعه ايش وهذا الناتج تبعه ايش وهذا الناتج تبعه ايش، وبتعمله من الشمال لليمين. الا اذا انت عملت اولوية. ايش يعني عملت اولوية؟ انه انت حطيت قوس هنا وهنا، فبالتالي حيعمل هاي اول وبعديها حيعملها اند مع هذا الشرط. لكن طالما فيش اولوية انت عندك بتشتغل من الشمال لليمين. تمام؟ طيب بناء على هذا الكلام بدي اياك تكتب برنامج. هاي نص السؤال، اكتب برنامج لإدخال ثلاث أرقام وطباعة الأكبر منها، الأكبر من الثلاثة أنا بقصد، تمام؟ بدي إياك تدخل ثلاث أرقام وتطبع الأكبر منها. مثال هيو مكتوب قدامك على اللوحة،
مثال انه انت على سبيل المثال لو دخلت له 3 و2 و4 يفترض انه رجع لك 4. تمام؟ يعني مين أكبر رقم من 3 و2 و4؟ أكيد 4. تمام؟ مثال. أوكي، نص السؤال: اكتب برنامج إدخال 3 أرقام وطباعة الأكبر منها. تمام؟ برجع بذكرك مرة ثانية، أرقام يبقى خلاص أرقام صحيحة. ما قلت لكش رقم 10. تمام؟ فتعود على هالشكل. فهنا ممكن أعرف إنه N1 N2 N3 N1 N2 N3 X Y Z مش خلاف. فبقول هنا الـ X بتساوي، طبعاً بدي أحول لإنتجر، Input هنا Please Enter X، فالإنبوت لازم، وهذا كلام أنا بسويه هنا بس إنه الرسالة تكون في الإنبوت بس عندي هنا في البي شارب عشان بشرح. لكن في الموديل زي ما ذكرت لك انه بدك تحط الانبوت بدون رساله، تمام؟ سواء كان في الكويزات او الامتحان. هذا الاكس، وهنا بنكرره للواي، وهنا للزد. طيب انت ممكن تعمل اذا كانت الاكس أكبر من الواي أكبر من الزد، ممكن تحط ترتب الشرط زي هيك. إيش معنات هذا الكلام؟ إنه أنا بدي إنه الإكس تكون أكبر من الواي، تمام؟ والواي تكون أكبر من الزد. هكذا هذه بتزبط معاك في حالات معينة، بس بتزبطش في حالات تانية. عشان هيك الأند إنه أنت تعملها أفضل. هكذا الإكس هي أكبر واحدة فيهم، تمام؟ بس انت قيدتني هنا انه انت لازم تكون الواي اكبر من الزد، عشان هيك بدي اكرر الشرط هذا، تمام؟ واقول هنا برنت اكس، اكرر الشرط هذا زي هيك، واحط هنا الف انه اكبر من الزد اكبر من الواي. فاهم الفرق معايا؟ يعني هنا خدي حالة الأرقام هذه، إنه أنا عندي دخلت 3 و2 و1، تمام؟ هذا الشرط الأول، هذا الشرط بمشي معي، لأنه فعلياً إنه الإكس 3 أكبر من 2 و2 أكبر من 1، تمام؟ لكن لو دخلت لك أرقام، سلسلة أرقام، قلت لك هنا 4 1 2 أو 3، هل هذا بيكون ترو؟ عشان هيك بتضطر تعمل الالف. فليش انت توجع راسك وتكتب عدة اسطر؟ بيكون الكود اطول. ايش افضل حل؟ انه انت تستخدم الاند. بتقول له ببساطة انا بدي الاكس تكون اكبر من الواي، اند شرط تاني انه الاكس كمان تكون اكبر من الزد. إذا كانت أكبر من التنتين يبقى خلاص هو الرقم المطلوب، برنت إكس. شايف كيف؟ هيك أسهل؟ يعني بغض النظر إنه مين أكبر، الواي ولا الزد، إيش اللي بيهمني؟ إنه الإكس أكبر منهم هما التنين، تمام؟ وهنا بنحط ألف. إيش الحالة الثالثة؟ أنا بقول لك دخل 3 أرقام. بقول لك دخل 3 أرقام، إيش الاحتمالات عندك؟ إنه الإكس هو يكون الأكبر، أو الواي، أو الزد، أو يكونوا مساويات لبعض. خلينا نشوف الحالات الثانية هكذا بنعملها، بس خلينا نكتب الكود بالتدريج. تمام؟ عندك موجود على اليوتيوب.
هلقيت الاحتمال الثاني انه الواي تكون هي الاكبر، فبقول انه بدي الواي تكون اكبر من الاكس and الواي اكبر من الزد، اكبر منهم هما الاثنين، ساعتها بقول برنت للواي. الحالة الثالثة انه الزد اكبر من الاكس and الزد اكبر من الواي، ساعتها بعمل برنت للواي. قبل ما اكمل الكود واحط حالة التساوي خلينا نجرب، لسه ما خلصتش الكود. فالان باجي بدخل نفس سلسلة الارقام هذه، ممكن ادخل هنا 3 2 1 3 2 1، مين يفترض يطبع لي؟ 3 مظبوط. طب بندخل انه الترتيب العكس 4 1 3 4، فشايف كيف شورت الاند انه هو حلل لك الاشكالية. طيب لو جيت قلت لك بدي انا الرقم الاكبر بين 3 و3 و1، فيش عندي حالة تعمل هذا الشغل، تمام؟ فساعتها انت بتيجي بتقول هنا انه على فكرة هاي دالة موجودة بلت ان، موجودة عندك في البايثون، انه انت بتيجي اسمها دالة الماكس بتدي له مجموعة ارقام، تمام؟ بالضبط 3 7 2، مين بيرجع لك؟ 7. طب مين اعلى رقم؟ 3 ولا 7 ولا 7؟ عندك 7 و7 هم اعلى اشي، هات لي واحدة من 7، بتجيب لي واحدة، تمام؟ فعشان هيك انت ممكن نحط هذا الشرط انه اكبر من او يساوي، وهنا اكبر من او يساوي، وهنا شايف كيف انا بطور الكود شوية شوية، تمام؟ وهنا عفوا هذه برنت زد، تمام؟ هاي بنشغل، بنحط قديش 3 3 1، هنا بنرجع لي 3. مين اكبر، الثلاثة ولا الثلاثة؟ الاثنين قد بعض، 3 ولا 3 ولا 1؟ 3 و3 قد بعض، برجع واحدة منهم وهم الاثنين اكبر من الواحد، تمام؟ نجرب نعكس الترتيب 1 3 3 3، فبالتالي انت حليتها هنا بشرط التساوي. نجي لحالة اصعب، شايف كيف انا في الاختبار كيف انا بروح بحط لك ارقام يفحصوا الكود تبعك، تمام؟ فما تجيش تقول لي انا عندي على الموديل شغال، على البي شارم شغال، لا انا بجرب عدة ارقام عدة مدخلات اشوف اتاكد ان الكود تبعك صح ولا لا. فانا عندي مثلا عدة حالات، يعني انا بجرب مثلا في 3 مجموعات او في 5 مجموعات من الارقام، 3 اشتغلوا صح و2 غلط، فبتاخذ 3 من 5، تمام؟ زي هيك نجرب الحالة هذه 3 3 3، مين اكبر واحدة منهم؟ شرط التساوي حللية، تمام؟ وهذا كلام هيو موجود انت عندك في دالة البيلت ان في البايثون، بتيجي بتقول له مين اكبر، 7 ولا 7 ولا 7؟ 7، بيرجع لك رقم 7، تمام؟ يبقى في حالة التساوي بترجع اي واحدة منهم. الان برضو في المدخلات انا بدخل لك سالب، مين اكبر، -2 ولا -9 ولا -4؟ -2 اكبر، تمام؟ بس هيحط -9، -2 شغال صح، فبدخل لك ارقام بالموجب وبالسالب، وبدخل لك نص موجب ونص سالب، فانت فعلا اذا كان الكود شغال صح بيجيب لك كل الاحتمالات. كان نص نص بيجيب لك يعني ها ممكن يجيب لك نص العلامة ربع العلامة، تمام؟ واضح؟ فهي الشغلة بدها تمرين. طيب نجرب موجب وسالب، مين أكبر، 3
أو ناقص أربعة ولا الأربعة ولا ناقص تسعة؟ أربعة. شغال تمام. واضح يا جماعة؟ إيش سؤالك أنت؟ بيكون في عندك خلل في الكود. شوف الكود هنا، أكبر من أو تساوي، أكبر من أو تساوي. هنا الإكس أكبر من الواي وأكبر من الزد. هنا الواي أكبر من الإكس وأكبر من الزد. وهنا الزد أكبر من الإكس والواي. هنا برنت إكس واي زد. لا بالضبط، عشان أحط الشرط هذا، عشان تحط يعني هنا لو حطيت إلس غير هيك. لا هو مش غير هيك، لازم احط الشرط هذا. كيف؟ في بعض المدخلات، جرب المدخلات هذه، واحدة منها، واحدة موجب واحدة سالب، او رقمين بيساووا بعض، تمام؟ بيطلع لك لا ايش، ممكن يطلع لك شيء ثاني. تمام. ما انا حاطط لك هنا نص السؤال ثلاث ارقام، لو قلت لك في نص السؤال عشرية ساعتها بقول لك انه هنا لازم يكون في فلوت. تمام. طب حط ثلاث ثلاثات. ثلاثة. تمام، ممكن تعملها زي هيك، بيمشي الحال بالإلس. نعم. ثواني بس. لو حطينا ايش؟ X and Z. هاي؟ لا لازم تكرر الفاريبل، لازم تكرره. كيف؟ حطيت انا لو انا دخلت يعني ارقام مشابهه لازم تحط اليساوي عشان ارجع لك اياه. دخل ارقام مشابهه. ايش دخلت؟ حط خمسة وخمسة وواحد. شفت؟ تمام؟ في أي سؤال؟